بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. إذن ما زلنا متواصلين وإياكم مع أشواط الحقائق، أشواط السرعة. انطلق الشوط 13 المخصص لسن الحقائق القعدان، المسافة هي 3 كيلومترات. أبدأ بداية مع مبعد لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، يتقدم الأسماء. المركز الثاني كفو لسعادة الشيخ خالد بن أحمد بن خالد الثاني ناصر بن علي بن عبيد المريزيق، بينما يتسلل إلى مقدمة الشوط دهر لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني، يتقدم الأسماء. المركز الثاني يتقدم إلى ثاني المراكز هنا المبري لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك، يقدم المبري مع المركز الثالث. المركز الخامس أتابع اسم جديد ينضم إلى وسط المعركة، أشواط تغييرات ومراكز التغييرات في هذا الشوط. المركز الخامس أتابع الحضور من قبل عواد لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني خليفة بن عبد الملك في المتابعة. هكذا هو نداءنا الأول لهذه الأسماء الحاضرة، وعودة إلى دهر إلى مقدمة الشوط. صاحب إنجازات هذا البطل الحاضر مع مقدمة الشوط، هناك العائدة ملكية لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني، وكذلك الحضور من قبل برزان لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني إلى المركز الأول. المركز الثالث أتابع الحضور والانطلاق من قبل المركز الثالث، من وصل واندفع إلى ثالث. التحديات مبعد لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، يتقدم إلى المركز الأول. المركز الرابع أتابع كفو لسعادة الشيخ خالد بن أحمد بن خالد الثاني ناصر بن علي بن عبيد المريزيق، من يتابع المنطلق على رابع التحديات كفو. المركز الخامس الوصول من قبل حاسك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة في عملية التضمير، هكذا للمرة الثالثة. وما زال دهر صامد مع مقدمة الشوط، من يقدم لنا هنا في عملية التضمير؟ من يقدم لنا هنا دهر؟ هنا سعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني يقدم لنا هذا البطل مع مقدمة الشوط. من يقود هذه الأسماء بكل قوة وبكل سرعة جنونية؟ لكن بن عمارة يتقدم ليقدم لنا حاسك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. يتقدم بن عمارة بإنجازاته، يتقدم بن عمارة بحضوره المشرف في كل الميادين الخليجية. التابع في تضمير لهذا الشعار. المركز الثالث الوصول من قبل السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، كذلك التدخل من قبل الحاضر والمنطلق ظبيان لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني خليفة بن عبد الملك في عملية التضمير، بينما العودة إلى مقدمة الشوط والأربعمائة متر الأخير. ما زال دهر صامد حتى هذه الأمتار الصعبة لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني. المركز الثالث حاسك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني حمد بن طالب بن عمار. المركز الثالث ظبيان لسعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني خليفة بن عبد الملك. وما زال دهر صامد في هذه الأمتار الصعبة يحقق هذا الفوز دهر هذا البطل الحاضر، هذا البطل الكبير، هذا النجم الساطع في هذا الموسم. تهانينا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني. المركز الثاني كان من نصيب حاسك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. المركز الثالث ظبيان لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك. المركز الرابع
المركز الرابع كان من نصيب برزان لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، المركز الخامس السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. هكذا حضر هذا النجم، هكذا حضر هذا البطل ليحقق الإنجاز تلو الإنجاز. تهانينا لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن حسن الثاني على فوز دهر. قطع المسافة في زمن وغدر 4:38.57 جزءا من الثانية، بينما أتحاسك مع المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني حمد بن طالب بن عمارة. التوقيت الزمني 4:38.95 جزءا من الثانية، بينما تم على المركز الثالث. المركز الثالث كان من نصيب ظبيان لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف العبد الملك في عملية التضمير. التوقيت الزمني 4:39.9 أجزاء من الثانية.